يقول زود لي السكر على الشاي يا حسين. انا حياتي كل ابوها مراره، لهايب الملزم ونار سليبين تزيد قلبي مع الحراره. حراره ضيعت عمري بالغرابيل والبين، ترى اكف الدمع وابكيه، ترى محتار ومشبك من الخوف كفين، ولا عمرت الصبر طاح بدماره، مثل الذي مغدي جوازه نهارين وفي شقته شايل همومه السفاره. لو قلت وين يقول مدري على وين، يصفق على اليمنى براحت يساره. من انت دامك ذقت مثل الامرين، ودامك من الغربه شكيت العزاره. اقعد وعلمني وش اخبار تشرين، ومزه وبرزه وحيه التجاره، والكسوه وخربت غزاله ومسكين، وسحلول والمرجة وتل المنارة والصنع واستيراد شارع وسيدين ومطعم ومية حول هاك الإشارة، وحرنة ومعاد البنات المزايين، وصارت ليالينا بهاك العمارة. وقل لي وش أخبار الغضي داعج العين، وحي يرزق أو توفى بغارة، ويسكن الربوة وهاك البساتين، والله تجلى وابتعد عن دياره. السالفة ما هي تحزن وتخمين دون حبيب مانعينه، الزيارة اللي ملك روحها متيم من سنين، وبالقلب ماخذ رخصة واستمارة غالين، واللي كون الكون غالين ما ينزل ونغير علينا مسارها. العلم بيهم عام 29 صليت انا عنهم صلاة استخارة، ووصيت ربعي باكر الصبح ماشيين، والقلب شبت له لوهيب نار لا شك. هاك الوقت وضع البلد شين وشاويش نص الليل في كل حارة، ومن قلب مقدارها بدار غريبين تكفيه عن دار غريبين دارة. الله عليك صح يسامك، صح يسامك يا ابو خالد. ابو خالد قبل نطلع السنده الثانيه، اول شيء انت